اليوم حنحكي على حجم السرقات اللي حدثت الأيام السابقة في منطقة جدبي وضوحية من خطوط كهرباء الضغط العالي جهد 11 اللي تغذي في بعض المناطق المجاورة للمدينة. حجم السرقات حجم كبير، حجم دمار كبير، يصل لحوالي 32 كيلو متر من مادة النحاس أسلاك الضغط العالي. تعرضت الشبكة لحوالي عدة سرقات في عدة خطوط من مناطق البريقة وبشر، سلطان، زويتينة، البيضان، آخرها منطقة البيضان ومنطقة السويحات. حجم بصراحة حجم السرقات كبير وحجم الدمار كبير، لدرجة أن اضطرينا أن نحملوا منطقة على منطقة، ونتيجة عدم الإمكانيات عجز الإمكانيات في الشركة عامة الكهرباء بحيث أنه يرجع التيار الكهربائي لنفس المنطقة، عجزنا على إرجاع التيار للمناطق المتضررة، إلا في بعض المناطق تم تحميلنا على مناطق ثانية. في تساؤلات كبيرة على الشرطة الكهربائية، شنو دور الشرطة الكهربائية؟ أنا أقول دور الشرطة الكهربائية هم موجودين فعلا على الأرض، لكن نتيجة عدم إمكانيات عجزوا على تنفيذ مهامهم. وزارة الداخلية للأسف الشرطة الكهربائية يعني إدارة الواحات في المنطقة تفتقر لي حتى آلية واحدة بشي يتحرك بها أفراد الشرطة الكهربائية، ويديروا في شغل يعني تحري بسيارتهم الخاصة. لكن طبعا الموضوع ضروري يكون فيه في دعم كبير من وزارة الداخلية لجهاز الشرطة الكهربية بحيث يقوموا بمهامهم على أكمل وجه. نحن نتمنى ان حتى الاجهزه الامنيه يتعاون في هذا الصدد، لان هذا تم امن قومي، يعني الاضرار اللي تم يصير انه ما اعتداء على الامن القومي. هذا نعتبره احنا امن قومي، الشركه عامه الكهرباء وخطوط الكهرباء وجود الكهرباء في المنطقه، هذا يعتبر من الامن القومي، يساعد في الامن القومي. اذا كان المنطقه طفيت من عدم من التيار الكهربائي يتعجز فيها جميع الخدمات في المنطقه اللي هي متضرره. ونتمنى من الاجهزه الامنيه ككل، كقوات مسلحة، كأجهزة أمنية تابعة للداخلية، أن يقوموا بأعمال التعاون مع الشرطة الكهربية بحيث أن يشوفوا هالآفة اللي انتشرت ودمرتنا الخطوط. وكلام يعني أتمنى يكون فيه جدية كاملة من هذه الأجهزة يعني.